على اختي مديت بعد الصحافه ديال مراكش هما حصلوني في هذا مراكش. علاقتي بمدينة مراكش هي مدينة اللي فاش خرجت من رحمنا وباش نجي نكمل قرايتي، جيت كملت قرايتي في مراكش، وهذه المدينة دخلت عليا بكل خير وماليها الله يعمرها دار، و جيت واشتغلت في هذه المدينة والحمد لله هنا فين بديت في الأول. الحمد لله خير عليا كبير. قبل ما ننتقل أنا نستقر في كازا فبديت من مدينة مراكش. الجديد الفني ديالي هو واحد الفيديو كليب ان شاء الله اللي قريب غادي يكون في الاسواق بعنوان على والو يحسدوك، ان شاء الله قريب غادي تسمعوه. كيفاش داز الظروف الاعداد ديالو؟ كيفاش داز؟ حنا مازال دابا راه حنا كنتواجدوا في مدينه مراكش باش كنكملوا شي كناخذوا شي ايماج اخرين باش نحاولوا نعطيو شي حاجه اللي في مستوى الجمهور المغربي. الى ما نكذبش عليك هو الحمد لله الاغنيه المغربيه ولات ناجحه ووصلت لبزاف ديال الدول، ولاو الناس كيعرفوها بشكل كبير، والفضل كيرجع للنجوم المغاربه اللي كيحلقوا بالاغنيه المغربيه. ولكن في كورونا راه الفنان كلاو الدق ديال الصح. اللي خلى الفنان ياكل الدق ان الدومين ما مهيكلش، يعني كل الاغلبيه كيخدموا عشوائيين، فهذا اللي خلى. وحتى الجهه الوصيه ولا الوزاره الوصيه على 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 على, على, على الميدان الفني والثقافي، ف مازال خصهم يلتفتوا لهذا الميدان هذا ويعطيوا حقه ويحاولوا يهيكلوا باش ما تبقاش الفوضى في المجال. كاينين بزاف، كذب عليك الكذاب، اللي ما عانى شويه عانى بزاف. كما كنقولوا يكون عندك بير كاع وينشف، لان راه دابا راه حنا كملنا عامين وغادي زايدين بخدمه واقفه. ما كاين لا مهرجانات لا والو، كاين شويه الاعراس ولكن ماشي كيف، ماشي ديفينمون اللي كبار ولا هذا، داك الشيء غير حطوا قدو. والناس اللي كتخدم في الملاهي الليليه ولا هذا راه مازال واقفين، كاين اللي ما شافش الميكرو مسكين من نهار جات كورونا، وهو ممكن اللي هز عائلة وهذا. فكنتمنى من الله يرفع لنا هذا الوباء ويسالي هذا الكابوس ديال لا اوميكرو ولا كورونا، لا يسالي هذا الوباء ان شاء الله وكل شيء يرجع كما كان. اخونا كاسي وليد متتبع وفي كره القدم والمنتخب الوطني. انا متتبع ومن العشاق ديال كره القدم، وكنزاول وكنلعب ماتشات مع الفنانين صحابي ولا مع الصحافه ولا هذا، وكنتمنى التوفيق لمنتخبنا المغربي، لانه صراحه كاينين شباب هذا العام هذا اللي يستاهلوا انهم يتوجوا بهذا اللقب هذا ويجيبوه للمغرب ان شاء الله. وطموحنا كبير باش نشوفوا اللقب كيجي ان شاء الله وكينزل في المغرب. كون متاكد ان الا وصلنا للمباراه الختاميه فغادي ندير شي عمل على المنتخب، مي دابا ما غنديروا والو، غنمشيو لا ما غنديروا والو، احنا دايرين واحد الحمله ديال شافي خلينا احنا صدقات معنا هذه القضيه هذه، غاده بلا تقواس بلا تطبال بلا والو، خلينا غاديين جنب الحيط وبالدف، وحنا ما عندناش راه لاعبينها بنصيري وحكيمي صافي وبوفال، وخليها غاده بحال هكا وربي غادي يجي فيها النصيب. تجيب وحده، خليها تجيب وحده باش ما نبقاوش نطبلوا بزاف. رسالة للجمهور اللي كيتبعني كنقول لهم شكرا بزاف على الوفاء ديالكم وعلى الحب ديالكم، والله يخليكم ليا، والفنان بلا بكم ما كيسوى حتى شي حاجة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.